عشر جهات حكومية اجتمعت لعشرة مشاريع اعتمدت وأربعة منها نفذت، ومن قاعة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أعلنت المشاريع اللي موجودة في خطة التنمية ما زالت في التحضيري، كل مالها في النقصان واللي بالتنفيذي في الازدياد، وهذا طبعا راح يؤثر على السنوات المقبلة اللي هو إنجاز وتسليم هذه المشاريع. أربع مشاريع انتهت معوقاتها وخبرونا أن هي في الإجراءات النهائية في تصدير الموافقات، ثلاثة تحت الدراسة وفي المراحل النهائية. على طاولة النقاش كان الحديث عن هيئة شراكة ودور القطاع الخاص والطاقة والطرق والقطاع الصحية. أغلب المشاريع تنصب إلى هيئة الشراكة، بعض المعوقات اللي تواجهها من وزارات الخدمات على سبيل المثال وزارة الكهرباء بتغذية الكهرباء والماء، بعض الأمور تعترضها وزارة الهيئة العامة للزراعة طبعا إجرائيا في بعض المزارع، بعض الطرق وزارة الأشغال والزحزحات، أعتقد وزارة الصحة لها مشروعين هامين. تفعيل الشراكة الحكومية وإجماع على سرعة إنجاز المشاريع التنموية. وانفض الاجتماع بإعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أن ما نسبته 15% من المشاريع التنموية جاري تنفيذها. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.